هشيل اللحمة اللي حمرتها. انا مش جاي لي نوم مجوع، شوفي لي اي فلوس معاك كده انزل اتعشى بره. النبي يا حبيبي ما معايا ولا مليم، انا كنت ناويه انزل الصبح ابيع لويشه والحلق عشان ادي نوال فلوس، احنا كده تقلنا عليها قوي. والنبي نوال ايه ده؟ بقول لك ميت بالجوع تقولي لي نوال. انا اعمل ايه بس يا حماده؟ اجيب لك اكل منين؟ يعني معقوله البيت الطويل العريض ده ما فيهوش لقمه تتاكل؟ طب اسمع، انا هعمل لك حاجه تاكلها بس ايه، انزل معايا بشويش خالص احسن نوال تصحى. يلا على بالك. على اخر الزمن نازلين نتزحف على طراطيف صوابعنا زي الحراميه. نبي تسكت يا حماده بقى، ما احناش ناقصين مشاكل، راجعه من بره قرفانه وشايله هموم الدنيا على دماغها. مفيش حد ولا بيت عيش، حتى الخزير فين الست دي؟ مش متزعقش كده اهو، الحمد لله. لقيت ايه؟ الدقيق. هاكل دقيق يا نونا. يا ابني هعمل لك سد الحنك. بقول لك جعان يا ماما، جعان جعان، عايز لحمه مكرونه. سد الحنك ده هو اللي هيلكمك ويشبعك ويخليك تعرف تنام. هات بقى تعمل تشوف السمن فين. اهو السمن. ايوه ايوه ايوه، والسكر اهو هاته يا حماده، شايلاه في اخر الدنيا عشان ما حدش يشوف. يلا استنى شوف لي الطاسه بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. هات السمن، هات السمن. بشويش يا حبيبي بشويش، لا تصحى. لا حول ولا قوه الا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. حطي كمان مطرح ما يسر يمر يا رب. هات يا حبيبي، هات. بسم الله الرحمن الرحيم. احطه عليها على طول؟ معلقه فيه بس، ما كترش عشان يبقى له حق. ايوه يلا يا حبيبي اقص علينا. بس 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 على مهلك. ايوه حته حلوه قوي يا ماما. على يا ابني يا حبيبي سخن يا اخويا سخن، لسه ما استويتش يا حماده. يا سلام عليك. انتوا بتعملوا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه في؟ بنعمل سد حنك، هنعمل ايه؟ اصل يا اختي السكر لقيت عنده نزل شويه، قلت لا اعمل له حاجه مسكره عشان ما يميلش. سد الحنك يا ماما؟ معقوله يعني؟ ده لو جت حته من دي تجي له غيبوبه السكر ويروح فيها. وانت مالك؟ وانا مالي ازاي؟ دي وسمن وسكر، وانت ازاي تسمح لنفسك تصحيها في نص الليل عشان تعمل لك سد الحنك؟ إذا كنت مش خايف على روحك أنت حر، إنما إحنا مش مستعدين ندور عليك في المستشفيات، لا أنا فاضية ولا حد فضيلة. الشر علي يا أختي، إن شاء الله اللي يكرهوه.